الكبل ولجميع المدن ولجميع السادات أينما كانوا والمشائخ. ولكن إذا في قصدهم شيء ثاني فأولاد الشيخ عبد الله بحسين الأحمر هم من يدافعون على أنفسهم ودخلوا الثورة ثورة سلمية ولا دخلهم الثورة، وهذا عيب أن نخطع على الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً ارحل ارحل قبل أن يكون أي نداء، وسوف يرحل إن شاء الله. أستاذة فريدة، كلما فرحت وأضيف طلب شيخنا الكريم أو الأستاذ القاضي وجوب إيجاد قيادة للميدان. لا أدري، مفهومي للثورة يختلف قليلاً. مفهومي للثورة الشعبية أننا خرجنا جميعاً لإسقاط النظام الفاسد، والنظام الفاسد المتمثل الآن في علي عبد الله صالح وعصابته يمكن أن يكرر في أي شخص آخر. يمكن أن نسقط الثورة ويأتي ناس على قدر عالي من النزاهة والشرف ويرحلون، ويأتي آخرون على قدر من الانحطاط والفساد. فهل في كل مرة سنحتاج إلى ثورة جديدة أم أن ثورتنا هي ثورة مستمرة؟ مفهومي للثورة الشعبية أنها ثورة في داخل الشخص، أن لا يقبل عليه ظلمة سواء كانت في الساحة أو خارج الساحة. من لم يستطع أن يغير ظلم في الساحة لن يغير خارج الساحة. مفهومي للثورة أنك أنت الثورة، أنت القيادة، كل شخص فينا هو الثورة وهو القيادة. ولكن ماذا يجمعنا كلنا أو على ما نجتمع جميعا؟ نجتمع على الهدف. فإذا كانت أهداف ثورتنا واضحة وما نريده من هذه الثورة واضحة، إذا أي طريق يوصلنا إلى هذا المكان هو طريقنا جميعا. أما عن قولهم يريدون لنا ويريدون لنا ويريدون لنا، صحيح، من المهم جدا أن نعلم ونتعرف عن كل ما يحاك علينا أو من أجل الثورة أو لإجهاض الثورة أو لإيقافها، لكن ليس لأن نقف أمامها بهذا القدر من اليأس ونشعر أن ثورتنا اغتيلت أو سرقت أو سحبت أو ما شابه ذلك، بل لنتفاداها أو نحمي ثورتنا من الانجرار إلى مسار آخر ونستمر في سعينا وطريقنا. فأنا أعتقد أن وضوح الهدف هو الهدف الأول أكبر من وجود القيادة. ثانيا، لا يوجد فينا أحد إلا وذاق مرارة الظلم، وأتينا إلى هذه الساحات كلنا مظالم، ونحن مسلمون ونؤمن أن الله قال لو ليس لنا في هذه الثورة إلا ما قاله عليه الصلاة والسلام عن الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فنحن منصورون، وكما قال سيد قطب ولينصر في تفسيره الآية: ولينصرن الله من نصره. فلنعد حساباتنا. جعل لها خمسة أشياء تأتي فيها النصر متأخر: إما لأن الأمة لم تجرب كامل طاقتها، فلنعد حساباتنا، هل جربنا كامل طاقتنا؟ هل عملنا ما يجب علينا نحو هذه الثورة؟ ما هو تقصيرنا حتى نستطيع أن نتفادى؟ أو قد يكون سببها أننا لم نجرب كامل خبراتنا، أو أن الأمة لم تتجرد لله وركنت لقوتها وتخطيطها فقط، أو قد يكون لسحب ما تبقى من خيرية الظالم، أو لكشف كامل زيف الظالم وأعوانه، ونحن نرى كيف كشف الظالم وكيف يكشف يوما عن يوم، أو حتى تتهيأ البيئة لاستقبال النصر وعدم محاربته. نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا كثيرا حتى نسير بثورتنا السير الصحيح، وسننتصر بإذن الله تعالى. في زوايا المسجد الرسول صلوات الله عليه وآله أعظم نسبكة بالله، وكان يحمل السلاح ويلبس الدرع ويقود المعارك ويضع الخطط صلوات الله عليه وآله الطاهرين. فهؤلاء الذين يختفون فقط بمزعوم سلاح الدعاء يدل على خلل مفهومهم للعلاقة بالله سبحانه وتعالى.
والشيء الثاني أن التداول السلمي للمنصة وتداول السلمي للسلطة وتداول السلمي للسلطة ويبدأ من داخل النفوس. وأنا لما ذكرت قضية أحلية أمريكا فما قصدت إلا الأملاء الذين يريدون منا أن نكون عبيدا لغير الله. قال هذا أن يستلم المحاضرة الجميع وبعدها يتمر بشكل آمن، وهو كلام جميل بس إحنا كنا تكلمنا وسكتنا ثم تكلمنا واستأنفنا وما حدش إسراء في الإجابة. أنا أقول لم نأتي هنا لنتهم ولم نأتي هنا لكي نيأس أو نيأس، وإنما أردنا أن نفكر بصوت عال مع الجميع وأن ندعو الجميع أن نكون واضحين وصادقين. نحن حريصين على ثورتنا وحريصين على أن يكون النصر إن شاء الله يأتي بشكل سريع وحاسم، فلا بد أن نضع النقاط على الحروف ولا بد أن نكون واضحين. ترسيخ الوحدة والسلم عنوان كبير ويحتاج كلام كثير جدا، لكني سأقول أن الثورة فعلا عملت على ترسيخ الوحدة أقل شيء في نفوسنا وفي الساحة. أيضا الثورة أوجدت ما كان معدوما في ظل النظام الدكتاتوري وهو السلم الأهلي. السلم الأهلي في ساحات التغيير ملموس ملموس ملموس، ولا ينكره إلا جاحد أو باغي. فعلينا أن نعمل على ترسيخ مبادئ الثورة قدر اسمها الثورة، بأن نكشف ما يحاول خلخلة الوحدة داخل الساحات وفي المجتمع أيضا، ونكشف أيضا من يعبث بالسلم الأهلي أو بسلم النفوس. هذا ما عندي، وعندي الكثير لكن أبغى أكفي. شكرا جزيلا. بالنسبة لموضوع ليس دفاعا عن موقف الأخ الشيخ بالنسبة لأمريكا، ولكن علينا أن نعرف جميعا موقف أمريكا من قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية. تحدث الأخوين القاضي والشيخ عن أزمة قيادة في الساحة. المتجول بالساحة نجد أن جميع اللوحات الموجودة تحمل أهداف واحدة، ولكن لم نجد قيادة موحدة. وإيمانا بأن الثورة من أجل أن تصل إلى أهدافها المحددة يجب أن تكون لها قيادة. إذا لم يكن لأي ثورة، ليست قضية كلنا داخلنا ثورة، ولكن إذ لم نكن منظمين ونشرك من أجل استراتيجية أو هدف موحد لا نستطيع أن نصل إلى هذه الثورة وتحقيق أهدافها. هناك نزاعات كلنا نعرفها في الساحة، إن كان في صنعاء أو في عدن أو في دمعات أو في إبن. علينا أن نضع النقاط على الحروف، نقول من المعوقين ونشير لهم بالأصابع. هذه الثورة التي قدم شهداء، وهناك أنين الجرح، وهناك الثكالة، حرائر رملت، ماذا نقدم لهم؟ هل نقف صامتين أو كل يوم نجلس هنا في هذه الساحات في الصباح نياما وبعد الظهر قاد والمعسل والتجارة وما بعرف إلى أين سنصل بعد مرور 4 أشهر؟ الثورة هي عملية عمل دائم ومستمر من أجل تحقيق أهداف هؤلاء الشهداء الذين سقطوا من أجلنا، لم يسقطوا من أجل كرسي في الحكم أو وزارة. هناك الجميع يعملون من أجل وصولهم إلى كرسي أو حكم أو أي مركز، مستعدين أن يتنازلوا عن هذه الثورة. فدماء الشهداء لم تكون رخيصة أبداً. لذلك أيها الأخوة، أرجو منكم أن نقف دقيقة صمت إجلالاً لشهداء تعز بالأمس. وشكراً. فاتحة إلى أرواحهم الطاهرة ثم إلى روح الجوال. قيام بقراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم جميعاً. محمد
الحسن على الغنم طرح أنه لابد من تكوين قيادة للثورة دون أن يطرح كيفية تكوين هذه القيادة، وهذا أمر نريد أن نعرفه. الأمر الثاني أنه من الأساسيات أو من البديهيات الأساسية التي تصاب أو تصيب الإنسان بالإحباط هي الاهتمام بالتفاصيل، وهذه دائما ما تؤدي بالرجل الثوري الحر إلى أن ينحرف عن مساره الثوري العام. فالاهتمام بالتفاصيل شيء قد يكون معيبا في إطار ثورة تنشد التغيير الكبري الكامل. الأمر الثاني أن المبادرة الخليجية لسنا معنيين بها في هذه الساحة وفي كل ساحات الجمهورية، على اعتبار أن هذه المبادرة لم يكن لها أي اتصال بالشعب الثائر ولم تهتم به، ولهذا ينبغي عدم الاهتمام بها. نحن نعرف بأن هذا النظام هو وليد وليد المملكة السعودية ولدول الخليج بشكل عام، وبالتالي ينبغي أن لا نهتم بهذه المبادرة وأن لا نعيرها هما ونسقطها في ساحاتها. الأمر الثاني والثالث أن طول الفترة الزمنية ليس خطرا على الثورة، هكذا في اعتقادي الشخصي، لكن الخطر الأساسي هو إذا ترافق مع طول هذه الفترة عدم وضوح الرؤية. وأعتقد بأن عدم وضوح الرؤية الآن شيء موجود، وكل جهة أو كل ائتلاف أو كل حركة لها رؤيتها الخاصة، وعدم وضوح الرؤية الكاملة تؤدي إلى الجانب الثاني اللي هو الندوات جزء من الإعلام الثوري. هل استطاعت هذه الندوات على كثرتها أن ترسم خطط الحسم وملامح التغيير المنشود؟ أرجو أن تكون الندوات مركزة على هذا الأمر. شكرا. شكرا جزيلا. كنت أريد أن أقول الآن تتكلمون عن الثورة، ما يميز الثورة وما يميز الغوغة أو ما يسمى بالغوغة أن الثورة لا تطلعها من قيادة، قيادة غير جامدة، قيادة تستطيع أن تخرج أو توصل الناس من حالة تردي أو حالة جنود إلى حالة المنشودة. يعني الثورة تقوم لاجتثاث القذارات في المجتمع، ما تكون إلا بعد أن تعصف عوامل الفناء بالمجتمع، حروب، امتيالة هادئة، محاكمات سياسية، زعزعة أركان الاستثمار، اقتصاد مدمر، ضعف الزعامة التي يؤدي إلى جمود الأكفة. فالقاضية الكريمة تكلمان عن القيادة، القيادة إذا لم تكن للثورة قيادة فعالة تعرف أهدافها وغايتها فستتحول إلى غوغة، في النهاية سيأتي الغوغة لتتحول إلى ما يسمى بالثورة الفاشلة أو ثورة الغوغاء. نحن هدفنا هنا طبعا هدف الأسماء هو رضا الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا للأجيال القادمة. نحن أتينا هنا من أجل أبنائنا ومن أجل أبناء أبنائنا، فنأمل من القاضيان الكريمان أنهم أن يحدد لنا بالنسبة للقيادة الأمر الفصل الذي توصل إليه، كيفية أن نحدد من هم القادة، لأن هناك فعلا طابور خامس. دائما الثورات تكون هناك طابور خامس يلتفوا حقي على ثورة، كانوا بالأمس مفسدون والآن انضموا إلى ثورة وحيا بهم كما بيقولوا بس، وعندها تتحول الثورة إلى ثورة فاشلة، وهذا ستكون عقوبتها علينا نحن في الآخرة قبل الدنيا، سيكون عقوبتها الخزي والعار والقهر، ونحن لا يمكن أن نعود من الساحة مقهورين. فالقاضي أن تكلمت كلاما سليما أنه لا بد من قيادة فعالة، فلا نركز على كلمة حذاء وما أمريكا. القيادة الفعالة ستنقذنا من أمريكا ومن النظام السعودي وغيره. فالشيخان نرجو أن يخرج لنا برؤية في كيفية تحديد القيادة ونحن معهما. شكرا جزيلا. صالح حسن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. أخي تكنا آخر واحد لا تعاوز لأنه ما صلاة الظهر عادي ولكن أهم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم لو فهمنا يعني